25 يناير 2011 أنجزت أعظم ثورة، وكان هناك برلمان ليس له معنى لأنه كان برلمان مزور لا يعبر عن رأي الشعب، يجد نفسه في صوته الذي يتصف معه. إذا كان البرلمان قادرا أن يعبر عن الناس سيعطي الناس اهتمامهم واحترامهم للبرلمان، إذا انفصل عن الناس فسيبتدع المصريون وهم أساتذة في هذا، وده درس 25 يناير و30 يونيو، أساليب العمل من خارج هذه المؤسسات.